بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم شباب مجتمع لينكس العربي وشباب فريق الابداع ميوز وشباب منظمه الاختراق العالميه. النهارده هنشرح ازاي تتحكم في الكرين ليتس. السكرين ليتس عباره عن اضافات للشاشه بتدي جمال للشاشه وبتعمل بعض الوظائف. ممكن تسطبها من الان اند ريموف في الابنتوم. هنبدا في تشغيلها. نروح ابلكيشنز اكسسوارز السكرين ليتس، هتدوس عليها تتفتح. طبعا انا فتحها قبل كده، هندوس على كليك واحد بس وهي في جنب الساعة هتظهر سكرين ليتس. أول حاجة ممكن تضيف أو تعمل انستول لسكرين ليتس جديدة، تعمل على موقع ونوم لوك، في هناك تبويب كامل للسكرين ليتس. سكرين ليتس زي ما شايفين كده، كل عليك اللي انت هتنزل السكرين اللي انت عايزه. اوكي، وهتروح لانستول وتختار اوكي، ويتحدد مكان السكرين اللي انت نزلته وتدوس اوبن، هتفتح معاك السكرين اللي انت نزلته. اوكي، تاني حاجة اللي هي اوتو ستارت ان لوجن، يعني في حالة اللوج البرنامج يقلع لوحده بدون اي مساعدة او بدل اضافة الامر الرن والكلام ده. هتعلم هنا بس وهتدوس اوكي، البرنامج هيطلع مع التوزيعة بتاعتك. عايزين دلوقتي نضيف بقى السكرين ليتس اللي قدام دي للشاشة. في سكرين ليتس اسمه انفو بانل، وهتدوس اد او تدوس دبل كليك على السكرين اللي انت عايزه هيشتغل معاك. هو بيعمل داونلود الاول زي ما انتم شايفين كده اشتغل. ممكن تحركها في اي حته انت عايزها. اوكي، نشوف بعض الخيارات. كليك يمين على السكرين ليت تظهر لك خيارات السكرين. طبعا في خيارات اساسيه في كل سكرين ليت اللي هي سايز والسيمز والويندوز، دول اساسيين في كل سكرين ليت. السايز بتكبر او تصغر حجم السكرين بتاعتك، يعني مثلا نصغرها زي ما انتم شايفين كده. الديفولت او الاساسي بيبقى 100% اوكي في اي سكرين ليتس. السيمز بيبقى فيه طبعا سيمزات زي ما هنشوف دلوقتي لما نيجي نحط الساعة. الويندوز عشان الويندوز فوق بعضيه، يعني هنفترض مثلا دلوقتي انا فاتح فايرفوكس. اوكي، انت شايف السكرين ليتس فوق الفايرفوكس، انا عايز السكرين ليتس تبقى تحت الفايرفوكس بس، يعني اي نافذة تتفتح تبقى السكرين ليتس تحتيها. هتدوس ويندوز وتفعل الخيار بس اللي هو كيب بلو، اللي هو اخر خيار عندك من تحت زي ما انتم شايفين كده. كيب بلو هو ده اللي هيتفعل لوحده. لما نيجي نفتح الفايرفوكس هنلاقي السكرين ليتس بقى تحت الفايرفوكس زي ما انتم شايفين كده. هنضيف سكرين ليتس تاني. فنفترض انا عايز اضيف الكلوك دي زي ما انتم شايفين كده. برضه هنتحكم في الويندوز بتاعها زي ما قلت لكم في خيارات ديفولت، يعني اساسيه في كل السكرين ليتس. والسيمز زي ما انتم شايفين كده، طبعا هنا السيمزات هنا ما كانش فيه سيمز، هنا في سيمز، ممكن تغير السيمز زي ما انت عايز بالشكل اللي انت عايزه. اوكي، وتغير الحجم زي ما احنا قلنا 400 زي ما انت عايز بالظبط. الحجم اللي يناسبك تحطه. طبعا نخليه حجمه بسيط عشان نقدر نحطه تحت السكرين ليتس اللي هناك مثلا 60. نحط هنا، نغير السيمز عشان تمام دي زي ما شايفين كده. اوكي، ده بالنسبة للسكرين ليتس. زي ما احنا قلنا ممكن تضيف وممكن تعمل انستول، يعني تختار واحدة تعمل لها انستول. اوكي، زي ما قلت لكم خيار اوتو ستارت لوجن ده ممكن تفعله عشان البرنامج يشتغل على طول معاك تم التوزيع تقلع. ارجو يكون الشرح نال اعجابكم. مع تحيات عبد العزيز حسن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.